نبات ذو ثمار صفراء أو خضراء، شكله عموماً مماثل للخيار. على مستوى الطبخ تعامل باعتبارها من الخضروات، ما يعني أنه عادة ما تقدم في شكل صحن طعام شهي أو مرافقة. هو ثمرة غير ناضجة نباتياً منتفخة المبيض. عن ماذا أتحدث؟ بالطبع عن الكوسة. القيمة الغذائية للكوسة. للكوسة أهمية خاصة كغذاء هام في الوجبات الغذائية، توفر مستويات عالية من غذاء منخفض السعرات الحرارية، وهي مصدر مهم للفيتامينات A و C، وتحوي الكثير من الألياف الغذائية والكالسيوم وأيضاً الحديد. الكوسة والجهاز الهضمي. الكوسة تعد واحدة من أهم العناصر الأساسية لصحة الإنسان، فالألياف الغذائية يمكن أن تضمن الحركة الصحيحة للمواد الغذائية عن طريق الجهاز الهضمي والأمعاء، وتضمن القضاء على مشاكل كالإمساك، الانتفاخ والغازات الزائدة ومشاكل الجهاز الهضمي الأخرى الأكثر خطورة. ما علاقة الكوسة بالقلب؟ بدون شك الألياف أيضاً عنصر مهم جداً لصحة القلب. الكوسة تحتوي على العديد من الألياف التي يمكن أن تقوم بعمل التوازن المطلوب في مستويات الكوليسترول في الجسم والقضاء على الكوليسترول الضار من الجسم، ما يقلل من فرص الإصابة بتصلب الشرايين المتطور والسكتات الدماغية والنوبات القلبية. هل للكوسة فوائد في الوقاية من السرطان؟ بالطبع، توجد في الكوسة مستويات كبيرة من الكاروتين موجودة بداخلها، ما يجعلها من الخضروات المفيدة جداً كمادة مضادة للأكسدة. وتكمن أهمية الكاروتين في أنه يمنع الآثار السلبية الناجمة عن المواد الحرة التي توجد في الجسم، والتي يمكن أن تفسد الجسم السليم وأن تحول الخلايا السليمة إلى سرطانية.